هذه الآية التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد من الله عز وجل لمن قدم هذه المذكورات على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله. وكان قد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة، وأصبحت المدينة هي دار الهجرة، وأوجب على كل من أسلم أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعراب من لم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الحقوق ما لمن هاجر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض من رغب في الإسلام إلا أنه قدم محابه على طاعة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله فبقي في مكة، فعاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب وهذا الوعيد. طيب إيش علاقة هذا في كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. فإن محبة الآباء والأبناء والإخوان إلى آخره وتقديم ذلك على محبة الله عز وجل يضعف توحيد العبد، وقد يقدم هذه المذكورات على توحيد الله عز وجل. يعني مثلا كما لو قاتله زوجته، ما قال الله وأزواجهم، كما لو قاتله زوجته إما أن تترك الإسلام وإما نفترق وهي على غير الإسلام. فإذا اختار أن يرتدع الإسلام وأن لا يفارق زوجته، فماذا فعل هنا؟ حبط عمله، لأنه قدم محبة الزوجة على الإسلام، على توحيد الله عز وجل. وقد يكون أيضا قبل أن يدخل الإسلام تقول له زوجته: إن أسلمت فتفارقنا، أو العكس، يقول من لمن؟ الزوج لزوجته: إما أن تسلمي، إما أن تترك الإسلام أو أفارقك، وهي تريد الإسلام أو دخلت الإسلام، فتختار أن تبقى مع زوجها على الكفر وتترك الإسلام، فينطبق عليها هذه الآية. انتبهتم؟ إذن هذه الآية من قدم هذه المحبوبات، لأن قال أحب، يعني هي محبوبة بالفطرة، الإنسان يحب والده ووالده وزوجته وأخوانه وأخواته وبلده وماله، يحب، هذا ليس بمحظور، لكن أن يقدمه على طاعة الله ورسوله هذا هو المحظور. فإن كان هذا التقديم بلغ درجة أنه يختار الشرك ويترك التوحيد، صار هذا منطبق تماما، هذه الآية منطبقة تماما على هذا الباب. فمن الناس من يقدم محبة الزوجة أو الولد أو الوالد أو الآخرة على توحيد الله، على الإسلام. ممكن أو ليس ممكن؟ كالأمثلة التي ضربتها، قد تكون زوجة لزوجها: إذا تريد الإسلام أفارقك، أو العكس، يقول الزوج لزوجته: إن اخترت الإسلام أفارقك. تقول: أنت تدخل الإسلام. قل: لا يريد الإسلام، إما أن ترجع إلى المجوسية أو الهندوسية والبوذية، وإلا لا أبقى معك. فإن آثرت أن ترجع دينها الأول من الكفر والشرك وتركت الإسلام، انطبق عليها أن ماذا؟ صار لها يعني زوجة أحب إليها من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد يقدم الإنسان هذه الأشياء المذكورات على طاعة الله ورسوله، لكن لا إلى درجة الكفر والشرك، كأن مثلا الزوجة تأمره بالمنكر أو والده يأمر بالمنكر فيطاوعه، أو مثلا مقتضى التجارة والأموال يفعل المنكرات فيفعل من أجل الدينار والدرهم، فهذا يضعف توحيده ولا يضعفه؟ يضعفه. كل المعاصي تضعف التوحيد، كما أن كل الطاعات تقوي التوحيد، لأن المعاصي كلها من جنس الشرك، والطاعات كلها من جنس التوحيد. واضح؟ لكن ليس كل معصية شرك بالله، هي من مجموعة الشرك فتضعف التوحيد. واضح؟ لكن الذي يحبط التوحيد هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. نعم. قال الإمام طبعا هنا لما قال إيش؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا للبيان الفسق ينقسم إلى قسمين: في فسق أكبر، يعني فسق مخرج من ملة الإسلام، كفسق من إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق إبليس إيش؟ خروج عن الدين، حتى قال جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكأيضا خروج الكفار من الإسلام،
فقال جل وعلا: لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب لا نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني تركوا دين الله وتركوا توحيده فقال فأولئك هم الفاسقون. ويأتي الفسق بمعنى الخروج عن الطاعة لكن لا إلى درجة الكفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا الفاسق وسبب المسلم فسوق ليس فسقا إيش مخرج من ملة الإسلام فيسمى فسق أصغر. فمن لم يفرق وقع في حرج خبط ظن أن كل معصية اسمها فسق أو كل ما سمى الله فسقا مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة. مثل الله عز وجل يقول: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. من هؤلاء اللي فسقوا مقابل الذين آمنوا يعني الكفار؟ واضح؟ لأن الله يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هنا الفاسق مقابل إيش؟ المؤمن. أما الذي آمن وعمل الصالحات فمأواهم أما الذي آمن وعمل الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملوا. وأما الذي فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. الفساق هؤلاء مقابل المؤمنين هؤلاء كفار. فمن لم يميز بين هذا وهذا ربما سمى الفاسق من المسلمين كافرا وربما سمى الفاسق الخابر مثل الإسلام مسلما ناقص إيمان. لا، لابد أن نعرف السياق. طيب، قوله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن قال قائل: لكن نرى كثيرا من الفساق والكفار والظلمة يهديهم الله، فكيف يقول الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين؟ والحال أن الله يهدي من يشاء. أليس من أدخل الإسلام هداه الله بعد أن كان كافرا؟ والله يقول: والله لا يهدي القوم كافرين. أليس هناك فساق فجار استقاموا هداهم الله وتاب الله عليهم؟ الجواب بلى. فصار المعنى: ما داموا مصرين على كفرهم، الله لا يهديهم ما داموا مصرين على كفرهم أو على ظلمهم أو على فسقهم. هذا هو المعنى، واضح؟ طيب، قال: أي هداية؟ الله لا يهديهم. هداية التوفيق أم هداية الإرشاد؟ فالله يهدي الجميع. قالوا: هديناه النجدين. وقال في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يعني ترشد وتعلم وتدل الناس على الخير، لكن سلوك الهداية في قلب المهتدي تسمى هداية التوفيق. هذا ما لا يملك إلا من؟ إلا الله. وفيها نزل قول الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك راغب أن يهتدي عمه أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، أبا يقول لا إله. فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا لم نعلم أن في هداية إرشاد التوفيق صار في إشكال. تارة يثبت الله الهداية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي لتهدي إيش؟ توكيد. وتارة ينفي فيقول: إنك لا تهدي من أحببت. فالجواب على هذا أن ما أثبته الله غير ما نفاه. ما الذي أثبته الله لنبيه أنه يهدي إلى صراط مستقيم؟ هداية إرشاد ودلالة. وما الذي نفاه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يملكه إلا الله؟ هداية التوفيق. شوف، كثير من الناس يضل بسبب عدم التمييز بين المعاني، واضح؟ طيب، هؤلاء هذه أعظم عقوبة، أن الله يختم على قلوبهم فلا يهتدوا، يجعل في أذانهم وقرا، يجعل قلوبهم في أكنة، يجعل غشاء على أبصارهم، يرون ولا يهتدون. وهذه من أشد العقوبات والعياذ بالله. نعم.